بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أحمد عبد الرحمن، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. ربنا يعود عليكم بالخير والصحة إن شاء الله. هنبدأ مع بعض ورشتنا اللي مش صغيرة قوي، تمام؟ وهتبقى كلها جوه إليمنت 3D، وتحديدا جوه أفتر إيفكت. مش عايز او من غير كلام كتير، تعالوا نستورد الاول الايمجز اللي احنا هنشتغل عليها. قبل ما نستوردها تعالوا نفتح بس مع بعض كده بسرعه برنامج الستريتور، وهفتح على طول صوره المخطوطه اللي انا كنت جايبها من جوجل. دي جايه من جوجل عادي جدا فري، اكتب رمضان وهرفقها ان شاء الله مع ملفات العمل. مبدئيا انا هكليك الصوره واروح لاوبجكت، ومن اوبجكت اروح لايمج تريس وهقول له make and expand، تمام، بحيث يعمل لي الباصز اللي قدامنا دي. هروح للسب سيلكشن تول وهاخد الباص اللي بره ده، انا مش محتاجه، كل الباص ده انا مش عايزه، انا محتاج بس الباصز دي. مبدئيا انا هكليك او هسلكت كل الباصز وهروح لاوبجكت، او مش اسف مش اوبجكت، هروح لويندو وهفتح الباص فايندر واتاكد ان انا عامل يونيون، يعني علشان اتاكد ان الباصص او الباص عندي مقفول وما فيهوش نقط مفتوحه هتتعبني في افتر افكتس. بعد كده انا كل اللي عايزه اكليك احدد كل ده واروح لايديت كوبي واروح لافتر واعمل نيو كومبوزيشن، تمام، وهسمي دي وليكن كاميرا 01، 5 ثواني اقوم جاي عامل اوكي، وعلى طول هعمل كنترول واي، ودي هنسميها ماسكس، وهعمل كنترول في، تمام، بحيث تيجي لي الماسكس بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. بعد كده اللاير دي انا مش هحتاجها، مش هحتاجها هنا دلوقتي في حاجه غير ان انا هدخلها جوه اليمنت، فهخفيها من هنا واعمل كنترول واي وهسمي دي اي 3D، وهحط على طول اليمنت. قبل ما ادخل element انا عايز اودي دي في الكاستم تكست اند ماسكس، وهقول له ماسكس ياخد الصوره دي، واروح ل سين سيت اب، وعلى طول هحط اكسترود اوبجكت هينزل لي بالمنظر ده. مبدئيا علشان اضمن ان انا عندي الاوبجكت جاي فول كواليتي، زي ما احنا شايفين الدنيا هنا مش مظبوطه قوي، فانا هروح على الاكستروجن موديل وهروح على الباث ريزولوشن، بدل ما هو هاي هقول له الترا، تمام، او اقول له اكستريم، تمام، بحيث اضمن ان حتى الايدجز جايه لي سموز وما فيش فيها اي مشاكل. ما عنديش هنا حاجه تانية هعملها في الجزء ده غير اني اروح مبدئيا على طول كده لليو في مابنج واقول له بوكس ريبيت، واخليها مثلا بتاع 3 في 3 الحين ما نحط التكتشر ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. في حاجه كمان في الريفلكت مود انا هحطه ان انفايرمنت، ممكن نغيره بعدين بس هيبقى هو ده مؤقتا. انا عايز اعمل هنا مالتي ليفل تكست، يعني عايز اعمل تكست فيها تفاصيل كتير زي ما انتم شفتوا في البرومو، لكن لو انت حابب عشان جهازك تقل او مثلا الجهاز عندك مش هيستحمل، ما تكترش زي ما انا هكتر خلاص، او انا هحاول هنا اعملها بسيطه عشان تقدر ان انت تعملها على الجهاز بتاعك. مبدئيا احنا هنقسمها ل فرونت ميدل و باك، تمام، فانا هحط هنا جروب فولدر وهسمي ده الفرونت خلاص، بحيث ان انا احرك كله مع بعضه، واشتغل هنا على الاكستروجن موديل. هفتح دي والبيفل هروح احط لها تكتشر من البروجيترز، وهروح ل ممكن وود، وممكن نحط حاجه زي دي، افتكر دي نفس التكتشر اللي انا استخدمتها، افتكر التكرار شكله هنا شكله كويس. ممكن نروح من تايلز وناخد حاجه زي دي كده، تمام، او ممكن الماربل بلاك افتكر دي هتبقى اظرف.
لكن هروح للموديل وهقول له انا عايز في اليوفي عايز اقول له مثلا دي 5 في 5 بحيث يبقى فيها تكرار بالمنظر ده كده. اروح للتكتشر نفسها وانزل تحت في الجلوسنس هقللها شويه، بس مبدئيا عشان اشتغل وانا مرتاح هروح على انفايرمنت تمام، وممكن نحط مثلا حاجه تدي شويه ريفليكشنز كويسين افتكر دي كويسه، ونروح على اللايتس ممكن نحط سينما لايتس بحيث بس تديني حاجه شكلها كويس. لو عجبك الانفايرمنت ماشي، مش عجباك ممكن انك انت تغير منها زي ما انت عايز، ممكن تحط من البيزك انفايرمنت افتكر الاستوديو دي في واحده هنا كانت استوديو الاستوديو دي برضو ظريف. طب ده بالنسبه للانفايرمنت وبالنسبه بالنسبه لللايتس. طبعا لو انت عملت الت اسف كنترول مع شيفت اسف شيفت مع ليفت كليك هتقدر تتحكم في تلف الانفايرمنت، يعني تعمل روتيت للانفايرمنت بحيث انك انت تشوف شكل الانفايرمنت من كل النواحي يعني تمام. بس خليها كده، نيجي للاكستروجن موديل وهروح للتكتشر اللي هي بتبقى هي نفسها عباره عن البيفل، وهقلل الاكسترود شويه او ازوده، خلينا ازوده شويه بلاش اقلل، ونعمل شويه اكسباند للايدجز تمام، و هنروح على اكستروجن موديل وهطلع فوق واقول له حط لي تو كوبيز من البيفل، وهروح للبيفل ده وهقلل الاكسترود شويتين واكسباند ايدجز يعني هرفعها شويه كده مثلا، والزي اوفست هاخدها مثلا يعني تبقى هنا كده. الاكستروجن انت حر يعني عايز تعملها كده ماشي، لو عايز تعمل مالتي ليفل تكست، لكن انا عايز اعملها كده. البيفل سايز هزوده شويه وهزود عدد السيجمنتس بتاعته، نفس القصه هزود عدد السيجمنتس هنا تمام بالمنظر ده. هاجي على التكتشر دي اروح لماتيريالز وهحط الكروم تكتشر تمام، ومتهيألي ان دي رفع شويه كده والبيفل ديبث يعني ممكن يزيد شويه والبيفل سايز يقل شويه تمام بالمنظر ده كده. هروح هنا تاني واحط تالت واحده تالت كوبي، الكوبي التالته دي هتبقى هي نفس الاولانيه. هروح للزي اوفست واوفستها لورا وهاخد دي كده، مش شرط حتى يبقى نفس الحجم بس هزقها كده، وطبعا اكسباند ايدجز واخدها. اهم حاجه في الموديل ده ان انا اشتغل على كل واحدة من دول اقول له بيفل باك سايد بيفل باك سايد بيفل باك سايد عشان تبقى بيفل او واخدة بيفل من قدام وواخدة بيفل من ورا. ده كده اللي هو الفرونت تمام. هعمل رايت كليك واقول له دوبليكيت، رايت كليك واقول له دوبليكيت موديل تمام، دي هقوم قايل له دي اللي هي الباك، واسحب دي لورا كده تمام، وهروح للجروب فولدر واحط اكسترود اوبجكت تاني
ده لسه نازل نيو لسه جديد، فهاخده كده هنا وهروح للاكستروجن للبيفل وهاكسترود ده بحيث ان هو يبقى بالشكل ده كده، وهاخد الايدجز لجوه بالشكل ده. البيفل سيجمنتس هقللها خالص، انا كده كده اصلا البيفل مش باين. دي كده هناخد دي هنسميها الميدل. خلاص بقى كده عندي باك وعندي فرونت وعندي الميدل، ممكن احطها هي في جروب لوحدها كده واسميها ميدل. تمام، تقريبا يعني كده التكست بتاعتنا خلصت. والله عايز ازود زود، بس انا مش هزود غير بس شويه تفاصيل قدام. تمام، ف هروح للاكستروجن تاني ودي هاخدها قدام. اوبس نسينا حاجه مهمه قوي قوي، اكستريم اكستريم، واخدين بالكو الفرق فعلا جامد يعني. هروح للاخ ده وهقول له بس في البيفل الاولاني ده اديني بيفل اوتلاين، بس هقلل الاكسترود وهزق، ممكن حتى الاوتلاين ده ازقه كده او اجيبه كده لو عايز اكبره او اصغره، لكن انا مش هحدد ده غير لما احط ده في ده، وما افتكرش ان انا هكبر او هكبر او او اصغر. افتكر هو كده شكله ظريف. تمام، بيفل باك سايد، احنا كده كده مش هنشوف الباك سايد بس عموما مش مشكله. الاكستروجن بوينت 1 انا عايزه حاجه كده مثلا. تمام، ده كده جميل، وده ممكن ان انا احط عليه ميتال. ونروح لحاجه زي، عايز حاجه شايني ومش شايني قوي عشان ما تفتحليش ما تبوظيش، مش هبوظ بس خليني اخد ده كده. ونفس القصه ما ننساش اروح هنا واروح ل بوكس ريبيت وخليها مثلا 4x4. نفس القصة في الميدل اروح لبوكس ريبيت واخليها 4x4. لا ده خليها 2x2 وهقول لكم ليه. تمام ماشي. الريفليكشن مود هقول له برضو انفايرمنت، او ممكن اقول له سفيريكال. وعلى فكرة سفيريكال هيبقى افضل في كله يعني، ده برضو هقول له هنا يبقى سفيريكال. بصوا اصلا نمط الريفليكشن نفسه بيتغير، بس ده المفروض يحصل، اللي هو انك المفروض تخليه سفيريكال. بس في حالتي دي بصراحه انا عايز ارجع انفايرمنت، هقول لكم ليه انفايرمنت حالا وليه ما عملتوش سفيريكال، لاني لو عملته سفيريكال لما احط الالومينيشن تكتشر هنا تعمل لي مشاكل في الريفليكشن هنا. تمام، فعموما دي كده الكلمه بتاعتنا. تمام، هروح للسين ماتيريالز ورايت كليك واقول ريموف ان يوزد عشان ابقى متاكد ان كل حاجه هنا تمام. الميدل دي اللي معاها بيفل 1 دي، فدي انا هسميها دبل كليك كده هسميها illumination. تمام، وده دبل كليك ودي هسميها الفرونت ديتيلز. تمام، وكده نبقى خلصنا من الكلمه. دبل كليك ودي هنسميها رمضان. خلاص، مهم قوي انك كده ما تحركش كلمه من مكانها، لاني هحتاجها بعد كده، هحتاج المكان ده بالظبط لما اجي اعمل اللايت رايت على الكلمه نفسها. كده خلصنا من الكلمه. لو انت عايز تعمل سيف للكلمه دي، لو انت حابب انك انت تستخدمها تاني، هتعمل رايت كليك
وتقوم قايل له سيف از موديل بريسيت، وتختار الفولدر اللي انت عايزه. هنا ماي مودلز، افتكر ان انا كنت حاطط واحد زي ده في الفيفوريتس، وهسميه رمضان واسيبها زي ما هي. مجرد ان استنى بس يعمل سيف، وهنلاقيها في المكان هنا. لو جينا عملنا في الفيفوريتس هنلاقي رمضان، ودي اللي انا كنت مسيفها قبلها. وكده مش هحتاج ان انا طبعا اشيل درافت تيكتشر دي، تمام. كده مش هحتاج ان انا اعيد بنا الكلمه دي تاني. هعمل اوكي، وهعمل كنترول اس، ودي هنسميها رمضان دوت. مهم قوي ان احنا نعمل سيف، لان ممكن يعني يحصل كراش، يحصل اي حاجه من الحاجات الوحشه دي. كده اخدنا الكلمه. فاضل نعمل حاجه مهمه قوي. فاضل نعمل حته بلان، وهلف البلان ده هفليب طيب سالب 90. كنت عايز اجرب حاجه جديده بس ما علينا، تمام. دي حاجه. الحاجه الاهم اهم من ده كله ان انا اقول له ان ده هيبقى تو سايدد، وازق ده بحيث يبقى يعني يبقى كده. بعد كده اروح للسايز بتاعه، هخليه مثلا 20 في 20، كبير على فكره. السيجمنتس خليها مثلا 3 في 3. ما بح... هو هي عاده على فكره، ما بحبش اسيب حاجه السيجمنتس بتاعتها رخمه، اسف كبيره يعني، تمام. دي كانت الزاويه الاولانيه بتاعتنا على فكره، ماشي. عموما انا هخليني كده واقيس على كده، وهروح لهنا واقول له جريد مش عايزه دلوقتي. ممكن اقول له شو امبت اكلوجن لو انا عايز اتاكد ان الدنيا عندي تمام. بيفرق جامد على فكره. طيب بعد كده البلين موديل ده هروح للبريسيتس، واروح للبروشيدرز، وبعد كده اروح لميتال، ونحط له مثلا مش عارف، انا مش فاكر كنت اخترت لها ايه، مش عارف الكروم ديرت دي ظروفها ايه. لا ميتال بيرند، واروح للبلان موديل نفسه، واروح لليو في ده مش هخليه بوكس ده. طب بما انه مسطح دايما استخدم البلانار او البلان، هنا بيسميها بلان، فانا اسميها اكس زي، وهقول له هنا مثلا ان هي 5 في 5 كتكرار، وفعلا شكلها ظريف جدا، حاجه زي كده. ممكن اخليها حتى 8 في 8. والتكتشر نفسها اللي هي دي ممكن اخف في الجلوسي، لا عايز الجلوسي سنه كده، ممكن اخد ادي سنه بلر. الريفلكتيفيتي انا مش عايزها تعكس ابيض، انا عايزها الى حد ما غامقه شويه، وازود الريفلكشن بتاعها نورمال. والبامب مش عايزه قوي بس هخليه برضو ظاهر. يعني كده كويس. عندي ايه تاني هنا؟ اهم حاجه في الموديل ده نفسه في الريفليكشن مود بتاعه، لو خدتوا بالكم هو اصلا مش عاكس الكلمه. ليه؟ لان الريفليكشن مود بتاعه مقلوب ديفولت، لكن ده بما انه ارضيه لازم هيبقى ميرور سيرفس. في الحاله دي الريفليكشن مود اتغير وبقى عاكس للكلمه بتاعتنا. طب عايزين نعمل التكتشر دي. هنعمل كي كنترول اس، تمام. مش هناخد زاويه الكاميرا بدري، لكن على الاقل كنترول الت شيفت سي، وانزل كاميرا 24، تمام، بحيث بس اخد البرسبكتيف فيو بتاعي. وعلى طول كنترول الت شيفت واي، وهخلي النال اوبجكت ده 3 دي، وهربطه على طول بالكاميرا. وعشان نظبط النال بتاعنا صح، نتاكد ان على الاقل النال بتاعنا مع البوينت اوف انترست بتاع الكاميرا. فانا هاخد كنترول زي، النال ده هاخده كنترول زي تاني، معلش انا اسف، هاخد النال و
هحطه هنا كده، والبوينت اوف انترست بتاعت الكاميرا هاخدها هنا كده. بمعنى تاني لو ضغطت A وضغطت هنا P هاخد ده كنترول C واحطه لدي كنترول V، وكده بقى ريحت دماغي وكده بقت دي مكان دي، واقوم جاي واخد ده عامله كده، ودي هسميها كاميرا درايفر. تمام. طيب احنا كده عملنا سيت اب للكلمه نفسها، سيت اب للسين بتاعتنا. في الجزء الثاني من المحاضره نتكلم على ازاي نعمل الجلوينج تيكتشر للكلمه.